مع تصاعد المواقف بين الصين وتايوان والتخوف من سيناريو مشابه للغزو الروسي لأوكرانيا، أصدرت تايوان دليلا تحذيريا لمواطنيها بشأن كيفية التعامل مع الحرب. الجيش التايواني أصدر كتيبا عن الدفاع المدني يقدم توجيهات للمواطنين بشأن البقاء على قيد الحياة في سيناريو الحرب، حيث يركز الغزو الروسي لأوكرانيا على الاهتمام بكيفية استجابة الجزيرة لضغوط الصين. وسط تصاعد في حدة التوترات بين واشنطن وبكين بسبب موقف الأخيرة من أزمة أوكرانيا، قال متحدث بوزارة الخارجية الصينية إنه على واشنطن أن تتوقف عما وصفه بتشويه سمعة الصين. بين الجيشين الصيني والتايواني تفاوت كبير في الأرقام والإمكانات، ما يجعل أي حرب مستقبلية بين الطرفين غير متكافئة.